أكد الأردن والاتحاد الأوروبي أهمية مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بشأن غزة، والتي تم الإعلان عنها خلال قمة الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة. وأشار الاتحاد الأوروبي إلى استعداده لاستخدام آلياته لدعم إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر الممر الأردني. كما شدد الأردن والاتحاد الأوروبي على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وحماية المدنيين وفقا للمبادئ العالمية للقانون الدولي الإنساني، ورفض أي عنف ضد المدنيين وأي شكل من أشكال التهجير الفردي أو الجماعي، سواء بالقوة أو بطرق أخرى للفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.